إذن على شاشة قناة الأهلي وآخر فقراتنا الحوارية في برنامجنا البيت الكبير. زي ما وعدتكم هيكون ضيفي هو نجم مصر والنادي الأهلي الكابتن عادل عبد الرحمن. اسمحوا لي أرحب بيه في البداية. أهلا بيك يا أستاذ شريف. أهلا بيك. أهلا. لا صوت يعلو فوق صوت مباراة الأهلي والوداد، بقي شوط يعني في القاهرة. أكيد. مش فكرة ان احنا بنتكلم وبس عن المباراة، احنا بنحاول ناخد زوايا مختلفة. تمام. لتخفيف الضغط عن اللاعبين وتوضيح الصورة كاملة امام الجمهور. خلينا نتفق في البداية كابتن عادل انه النادي الاهلي لم يتأهل بعد المباراة النهائية، متفق ولا مختلف معايا؟ اول حاجة طول عمرنا احنا بنحسب المكسب، حتى مكسب بطولة الدوري، لما البناط بتاعتنا بتبقى اكتر من عدد الاسابيع. تمام. بمعنى لو فاضل 5 اسابيع وفي حوالي 16 بونت بيبقى الدوري لسه في الملعب، حتى لو انت فارق 15 بونت. ما بالك بقى مباراة افريقيا بالذات، يعني هي شوطين، حتى التكتيك بتاع اي مدرب بيعمله على شوطين، الشوط الاولاني مباراة الذهاب والشوط الثاني الاياب او بالعكس. فانا افتكر ان احنا قطعنا شوط واحد، لعبنا شوط واحد، يعني ما فيش مباراة ما بتتلعب من شوط واحد، هي المباراة بتتلعب شوطين. احنا الشوط الثاني هيبقى في مصر هنا، النتيجة 2-0 نتيجة جيدة كويسة، ولكن كرة القدم لا تعترف إلا بالجهد والعرق، ويعني ما تديلهاش أمان قوي. شفنا كبريات الأندية على مستوى العالم بتفوز على أرضها 2-3 وبيحصل العكس. أنا مش قادر أنسى مباراة برشلونة وليفربول السنة اللي فاتت في دوري الأبطال. لا، برشلونة كسب 3-0 في برشلونة وخسر 4-0 في ليفربول في غياب محمد صلاح. فدي حقيقة، علشان كده بقول لك إن لن نتأهل بعد. بس احنا عندنا ثقة في اللاعبين وفي الجهاز الفني. شوفوا احنا طول الوقت عندنا ثقة فيهم، ولكن كرة القدم لا تعترف إلا بالعطاء. بمعنى احنا لعبنا الشوط الاولاني كويس، الشوط الثاني لازم نلعبه كويس علشان نتاهل ونعدي الدور ده. احنا دائما بنقول الكره لسه في الملعب، اللعيبه لازم تجاهد، اللعيبه لازم تنزل، والنتيجه 0-0 في مصر وليس النتيجه 2-0، ودي حقيقه. بمعنى انك 0-0 لكن تتاهل لو تعادلت 0-0. يعني لازم تدخل في دماغ اللاعبين كده، ويمكن دي شغل المدربين والشغل النفسي، ان انت لازم في الوقت اللي انت بتقول للاعب فيه انك انت ما تاهلتش، ولكن بتديله الثقه علشان ما يفقدش الثقه في انه انت نتيجتك ايجابيه، ولكن برضه الى الان لسه ما حسمتش الموقف. طب خليني اسالك على طول عن رؤيتك الفنيه للمدير الفني بيتسو موسيماني. من المبكر طبعا احنا نتكلم عن امكانيات الرجل يعني، لكن هل يمكن القول انه هذه المباراه مباراه الوداد يعني بمثابه انطلاقه حقيقيه لموسيماني؟ شوف، هو دايما المدرب لما يجي يمسك تيم جديد ليه بيبان شغله، اللي هو الرؤيه بتاعته الكامله بعد اكتر من 3-4 شهور المفروض يعني، ولكن هو بيختبر وبيدخل في اختبارات مبدئيه. هو نجح في كل الاختبارات المبدئيه اللي اشتغل فيها، مباراه الدوري نجح فيها نجاح بار، ومباراه الوداد نجح فيها. ولكن خلينا نتكلم بقى من 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 جهه ثانيه او من نظره ثانيه. الموضوع انه في الوقت اللي انا بحيي فيه موسيماني انه ادى الاداء دي، لازم احيي فيه طبعا مجلس اداره النادي الاهلي اولا. ليه بقى؟ اللي الناس مش واخده بالها ان استقرار تيم الكوره في الوقت اللي احنا فيه، كان عندنا مشكله مع فايلر ماشي قاعد، فانا مفيش استقرار. في ثلاث نقاط لازم نتكلم فيهم. النقطه الاولانيه صبرهم وسكوتهم ساعه الفترة بتاعت فايلر، قاعد ولا ماشي، قاعد ولا ماشي، مفيش تصريح طلع، وده احترافية كاملة. كانوا بيشتغلوا ولكن مفيش تصريح كان بيطلع. الحاجة التانية المهمة، تاني نقطة، ما ادوش فرصة للاعبين يبقى عندهم لغط مين المدير الفني بتاعنا. ده سهلت الأمر إن هم يبقوا في حالة تركيز. كان في توفيق وتصرف احترافي على أعلى مستوى الحقيقة. النقطة في إنهاء التعاقد مع فايلر و الاتيان بموسيماني وفتره زمنيه كابتن عادل، لا ما خلوش الفرقه تبقى فيها شتتة لغط، وفيها احنا لعيبه كوره ومدربين في الوقت الحالي. انا كنت لاعب كوره، لما كان بيحصل موقف عندنا اوضه اللبس واحنا بنقعد نتكلم مع بعض بنبقى مشتتين، مين اللي جاي لنا، طب هيجيبوا مين، هنعمل مين. ما ادوش الفرصه للعيبه دي علشان كانت الفتره حرجه قوي، ودي لازم نحييهم عليها. الحاجه الثالثه بقى، النقطه الثالثه اللي انا عايز اتكلم فيها، انك انت سباق في كل شيء، النادي الاهلي طول عمره كده، انك انت خارج الصندوق بتشتغل،
مش لازم من جوه الصندوق. يعني كل الناس قالوا اوروبا، لا مدرب اوروبي. انت اول تجيب مدرب من جنوب افريقيا انت كنادي اهلي، فتجربه جديده انت جبتها من خارج الصندوق، ودي تحيه ليهم. ارجع بقى للجزء الثاني اللي هو توفيق او شغل الجيد اللي عمله موسيماني. نبدا من التحيه الاول انا بقولها لسيد عبد الحفيظ ولسامي قمصان، لانه ساعدوا المدرب كويس ان هو يدخل في الاجواء سريع وفهموه ايه الموضوع، وهو اكيد دارس وعارف. لكن خلي بالك برضو مهم جدا الناس اللي موجوده في الجهاز الفني المصريين ياهلوه على نفسيه اللاعب كمان، في لاعب لانه انت بتتكلم في شخصيات مختلفه عن اللي كان بيدربهم قبل كده. مهما حصل فاللعيب المصري بتاع شمال افريقيا اصلا غير الناس بتوع جنوب افريقيا والغرب افريقيا وجنوب افريقيا، فلازم تعرف انه تاهيلهم ليه برضو دي كانت حاجه كويسه. وهو كمان دخل في المنظومه، اولا مدرب مش بيتفزلك كتير، مش واقعي جدا وبيحط كل لاعب في مكانه. يعني الحقيقه والله شوف انا شفت له مباراه انبي مثلا لما غير احمد فتحي، ولكن قدرات احمد فتحي تخليك تعمل بيه اللي هو كان مجبر بقى في موسيماني. ما هو قدرات احمد فتحي صحيح. لازم تعرف ان اللي تخليك يعني وانت بتعملها تبقى مرتاح جدا، دي حاجه دي مهمه. الحاجه الثانيه المهمه هو كمان موسيماني الراجل، يعني عاوز اقول لك ان هو يعني واقعي قوي، ما بيقلفش كتير. انا شفته في مباراه الوداد، عجبني حاجه مهمه قوي في مباراه الوداد انه كلاسيكي، يعني ما جاش خاف من المباراه وقال لك العب، لا لعب بالتوازن، لعب بطريقه اللعب اللي احنا لعبنا بيها طول الوقت اللي هي 4-2-3-1 ونفس اللعيبه في نفس المكان، قفشه في مكانه وكل لاعب كان بيلعب في المكان اللي هو متواجد فيه. طيب عندي سؤال تاني عن خبرات موسيماني الافريقيه وازاي هتدعم النادي الاهلي في هذا المعترك بعد ما نشوف هذا التقرير عن مباراه الاهلي والوداد وهو حسابات مختلفه. خلونا نشوف التقرير وارجع لكابتن عبد الرحمن تاني. انا بس الحقيقه مش عايزين نبني حسابات على اي معطيات او مباريات سابقه، لانه كل مباراه لها ظروفها الخاصه، في التوفيق وعدمه زي ما قلنا، في حاله اللاعبين، في مدى توفيق المدير الفني، في الملف التحكيم، وحضراتكم عارفين بيكون مؤثر قد ايه. زي ما كابتن عادل عبد الرحمن قال النتيجه 0-0، احنا داخلين وبنعتبر ان دي مباراه واحده في نهائي كاس لازم افوز بيها عشان احقق البطوله، صح كابتن عادل؟ اكيد طبعا. لا يعني دايما احنا الإحصائيات ما بتفيدش قوي، إحنا أحياناً الإحصائيات بتبقى بتخدع. يعني مثلاً لما تيجي تتكلم على فاينل أفريقيا مثلاً عمرك ما بتتكلم على أداء الفرقة بعد سنة بعد اتنين بعد تلاتة، بتتكلم على المكسب فقط لا غير. أنت بتقول إن أنا كسبت البطولة، يعني مثلاً لما أنت جيت تعمل إحصائية ما بينك وما بين الوداد تقول ده خد البطولة قد إيه وخان المباراة، لكن ما بتقولش أدائهم كان عامل إزاي. صحيح، العبرة دايما بالخواتيم بالنتيجة أكيد. وبعدين زي ما اتفقنا إن دي مباريتين، إن شوط أولاني وشوط تاني، ودي حاجة مهمة جدا. ولكن المهم في المباراة القادمة للنادي الأهلي إن هو الحسم بتاعه أنا متأكد تماما إن هيبقى تاني شوط، لأنه مش مطالب منك إنك أنت، يعني أنا سمعت في التقرير إنه كاكا انك انت علشان تعوض اللي هو عمله قبل كده، الكلام ده مش في كرة القدم. صحيح. احنا بنتكلم على فرقة احنا بنلعبها السنة دي بس، يعني انا مش دعوه بالماضي. انا عايز اعدي علشان افكر في المباراة اللي بعدين. صحيح. حاجة التانية المهمة، ما بنخطيش الدور الثالث قبل الدور الثاني، فبمعنى ان احنا كل التركيز منصب فقط في هذه المباراة فقط لا غير. طبعا ما فيش الحاجة التانية بقى اللي انا عايز انوه عنها، انت ممكن تلاقي الوداد افضل من لعب عنده في المغرب. طبعا. ليه؟ لاسباب. السبب الاولاني خلينا نبقى واقعيين، ما عندوش حاجه يبكي عليها، هي فرصه واحده بالنسبه له. مفيش ضغط جماهيري، مفيش ضغط نفسي، يعني احنا بنقول سبب مهم قوي. فضل. قوي بقى ايه هو؟ انت بتتكلم في وقت انت جيت تلاعب الوداد والرجاء كاهلي والزمالك، انت بتلعبهم بعد طحن دوري بينهم ومن بعد لمدة 5 أسابيع. انت في ال5 أسابيع كنت حاسم بطولة الدوري، ونادي الزمالك كان بيلعب بأريحية شوية، كان بينافس على المركز الثاني ولكن كان بيلعب بأريحية شوية. ولكن انت بتتكلم في دوري المغربي كان حامي جدا، دوري قوي جدا، بدليل هو حسم في المباراة النهائية بينهم، ده حسم في آخر دقيقة.
الناس طالعه من كورونا زينا زيهم تماما. لا الاعداد عندهم شويه والغيابات عندهم مؤثره ما فيش شك. لا انا يعني اللي انا عايز اقوله لك ايه، انت فتره الراحه السلبيه اللي كانت في مصر زيها زي المغرب، ولكن في حاجه مهمه، انت في الرجوع بتاعك انت رجعت الدوري اتحسن بعد 3 4 اسابيع من الكورونا لما رجعت، فيبقى عندك وقت كبير قوي كنت عندك راحه تعد للمباراه. لكن هم كان ما بيفكروش في مباراه الاهلي خالص الا بعد الدوري. فلما خسروا الدوري وحصل لهم الاجهاد وحصل لهم الكورونا اللي جت للعيبه، ممكن هيخف عندهم لعيبه فيها، هيعوضوا لعيبه تاني، هيبقى عندهم راحه اكتر، فالمباراه هتبقى فيها صعوبه. عشان كده انا بقول لك ان المباراه هتبقى في مصر اصعب كتير جدا من اللي هي في المغرب. يمكن المغرب كانت ظروفها مؤاتيه لينا قوي، علشان كده مجهودنا وقوتنا لازم تبقى اكتر من المباراه بتاعه المغرب. طيب عايز اسال حضرتك سؤالين. سؤال يتعلق بالحديث الدائر دايما حتى الجمهور بيردده، خبره موسيماني الافريقيه تمام ومواجهته مع الفرق شمال افريقيا بشكل عام، مش عايز اقول الوداد بس، وكمان تعامله او ادارته الانسانيه والنفسيه مش بس الاداره الفنيه كابتن عادل. يعني كتير من المحللين شايفين انه موسيماني نجح نفسيا في اعاده عدد كبير من اللاعبين زي قفشه ومروان محسن لحالتهم، وبالتالي التالق والتسجيل وخلافه. انت شايف النقطتين دول ازاي؟ احنا اتكلمنا على الطبيعي، وخلينا نبقى في عقلانيه في كلامنا، ان المدير الفني بيبان شغله الفني بعد فتره، ولكن شغله النفسي بيبان من اول يوم. هو نجح في الحته دي. واي مدرب جديد اول حاجه بيشتغل عليها العامل النفسي. صحيح، وده مهم. الحاجة التانية العامل النفسي ده، يمكن في كتير من المدربين أذكياء جدا بيجي يدرسوا ما قبل من اللي حصل للعيبة. بمعنى في لعيب ممكن يكون حصل موقف مع المدير الفني اللي قبل كده، ممكن يكون موقف مع الجمهور، ممكن يكون موقف مع المباريات نفسها. انت لازم بتكون المدرب الشاطر انه يجي البلان ده عنده كله فاهمه كويس، عارف اللعيب ده ايه الموقف اللي بينه وما بين الجمهور، هقدمه امتى، هعمله امتى. موسيماني شاطر في دي، نجح فيها، وانا اقول لك نجاحه مع الجهاز الفني كله، يعني حتى الجهاز الفني اللي جايبه، حتى كمان الجهاز، يعني انا عايز اشكر مدرب حراس المرمى بتاع النادي الاهلي في اللي هو كان ميشيل يانكو. ده مستمر معانا من الجهاز الفني السابق، انا معجب بيه جدا. عارف ليه؟ عشان حاجه مهمه جدا، انا اعرف الشناوي كويس. يمكن انا انت حضرتك حكيت لي حاجه على الشناوي، وانا عارف انه كابتن عادل عبد الرحمن لما كان ماسك في مواليد 88 حضرتك بتدربهم. انت اللي جبت الشناوي النادي الاهلي بتاع الناشئين في اول مره، يعني اشتريته من حمول وشفته وقمت قلت لهم لازم نشتريه، واشتريته ولعب معايا اول دوري هو في حياته. يعني الولد هاي الحقيقه شخصيه كويسه قوي. وكمان انا شايف المدرب الحراس عنده ميزه يعني مش اوروبي، اللي هو يعني الطبع اللي هو الشرقي، دخل في المنظومه بسرعه. عنده الحته النفسيه، يعني هو اللي تحول، ده هو واصل معاهم لاعلى مستوى الحقيقه كل حراسنا يعني. لا وهو اللي تحول. بمعنى ايه؟ بمعنى احيانا الاوروبي بياخدك للنحل، هو اللي تمصر يعني، هو اللي تمصر دي حقيقه. لا ومش تمصر وبس، تحس ان هو متربي في النادي الاهلي بقاله عمر وسنين. فتبص تلاقي ان حتى الجمهور بيحبه قوي، لانه يعني تحس ان هو في حب قوي. دي عايده على الشناوي، دي حقيقه. انا شايف ارتياحيه للشناوي، شايف كمان مستوى مصطفى شوبير بيعلى، علي لطفي لما لعب مستواه عالي. ودي حاجه كويسه قوي. احنا نقدر نقول انه حراسه مرمى النادي الاهلي الحمد لله ربنا يكفيهم شر الاصابات في 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 خير وفي امان كابتن عادل. يعني عندنا الشناوي حارس رقم واحد في مصر ربنا يحفظه، أكيد. علي لطفي ادى اداء رائع جدا فعلا في اخر مباراه ان شاء الله لما ياخد. مصطفى شوبير بقى، يعني احنا يعني احيانا كمسؤولين ما بنحبش نتكلم عن حد علشان يعني بتبقى شهادتنا مجروحه وبنبقى ممنوعين من الكلام ده، لكن لما بنكون بنتكلم في الاعلام وتحليل لا لازم نقول ان الولد ده هيكون اعظم من احمد شوبير. لا ده بمراحل. هو عارف كده. لا هو عارف كده. يعني هو الكابتن شوبير عارف اي حد عنده قدرات بتبقى يعني في مهاره اساسيه ومهاره مكتسبه. الولد عنده المهاره الاساسيه والمهاره المكتسبه، شخصيه كويسه قوي، يعني كل اللي بنسمعه من اللاعبين عنه وعلاقاته على حاجه على اعلى مستوى، صاحب قرار، صاحب شخصيه. فنيا الولد عالي جدا، وتتكلم عن 19 سنه.
فطبيعي جدا انه بعد سنه ولا اتنين يبقى يعني في 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 في, في الصداره. مش عايز اقول لك حاجه ودي حقيقه، يعني انا لما جيت امسك الفرقه الرديف بتاعه النادي الاهلي او الفرقه الثانيه بتاعه النادي الاهلي ما كانش عندي جوان، الجوان كلها كانت بره اعارات، وده صغير مصطفى ده كان في 2018 كانت مش كده؟ واحمد طارق سليمان كمان من الحراس الجيدين كمان بتمرن مع الفريق الاول وهيبقى الحراس الجيدين واعد. الاثنين دول كانوا معايا. يمكن انا في البدايه انا ما كنتش شفتهم لان انا جاي من بره، كنت 5 سنين غايب، فلما ما شفتهمش كويس قوي، لكن كان معايا افضل من افضل مدربين الحراس في مصر في الوقت ال20 سنه اللي فاتوا في التعليم. كابتن ابراهيم عبد العزيز، كابتن ابراهيم عبد العزيز ده من افضل مدربين. صحيح. كابتن ابراهيم عبد العزيز ده عمل حاجات في النادي الاهلي عظيمه ما شاء الله، لازم الناس تعرف كلها يعني. وده يمكن الحراس كلها اللي اشتغلت في النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت ابراهيم عبد العزيز هو اللي دربهم، هو اللي عدوهم في البدايه. ابراهيم عبد العزيز هو اللي بيعمل الاساسيات، كل الاجوان اللي تشوفهم شريف شناوي كل الناس دي ابراهيم عبد العزيز اشتغلوا معاه، احمد عادل عبد المنعم امير، الناس دي كلها ابراهيم عبد العزيز هو اللي عدوهم في البدايه. فابراهيم قال لي كلمه، قال لي انا معايا مصطفى ومعايا احمد، فانا شخصيا ما بحبش اسميه شوبير، انا مسميه مصطفى بس. انا ببعده عن شوبير خالص، كلمه شوبير لان احنا عندنا في مصر مفهوم. هو ميزه ولا عيب انه اللاعب او اي حد في مجال مختلف يبقى والده كان بيمتهن نفس المهنه يا كابتن؟ احنا عندنا مشكله في دي. اول حاجه لازم تتهم ان الولد ده مش كويس حتى لو هو افضل لاعب في الفرقه. يعني حازم امام ابن الكابتن حماده امام رحمه الله، ما فيش حد يختلف عليه. حازم امام كان لعيب عظيم في البدايه. حازم امام اتقال عليه الكلام ده وده العادي في مصر يعني. لا والولد نفسه شخصيه قويه، خلي بالك اللي منجحه ان هو شخصيه قويه يناسب العصر في الاحتراف ده، عاقل جدا فاهم، هو عارف ان هو مش ابن شوبير حارس المرمى، هو ابن حد عادي ملوش دعوه خالص. بس هو كمان من حقه انه يفخر بابوه. لا يعني لا ما هو يعني يعني انا مش شايف انه في مشكله في النهايه. لا الملعب الولد فاصل، هو كمان في النادي الاهلي ما فيش مجال لمجامله يا كابتن عادل. لا في قطاع الناشئين ولا في الفريق الاول ما فيش مدير فني ولا في جهاز فني هيلعب لاعب. انت عارف ابوه ده حارس مرمى، ده نص الفرقه. عارف ابوه قال له ايه قبل ما اجي؟ اول ما جيت مسكت الفرقه واسال كمان لو قابلت الكابتن احمد شوبير اساله، قال له يا مصطفى جالك واحد لو لقاك مش كويس هيرميك بره النادي، هيمشيك بره النادي، لاني كم من ولاد مدربين انا مشيتهم بالامانه. صحيح. ونجوم ولسه موجودين. تمام. ونجوم. احنا النادي الاهلي ده وكره القدم مسرح ما فيهوش مجاملات، ولكن احنا خلينا نبقى عاقلين شويه، بمعنى ما ينفعش ان الولد يتضغط الضغطه الكبيره اللي مضغوطه. وانا مش محتاج، انا عايزه 10 15 سنه لسه للمستقبل يا كابتن عادل. هو يعني هو راجل مواليد 2000 ده 19 سنه لعب مباراه الترسانه. لعب مباراه الترسانه كان هايل، اول مباراه ليه من 7 شهور، خلي بالك من 7 شهور مصطفى شوبير كان بيلعب المباراه دي من 7 شهور، فرقته قاعده ما بتلعبش ولا بتتمرن، هو بيتمرن مع الفريق الاول بدون لعب 7 شهور، اول مباراه ليه مع الفريق الاول. التمرس واللعب طبعا بيزيد من اداء وخبرات اللاعب. احمد طارق سليمان برضو واحد واعد بعديه ان شاء الله كمان، يبقى احنا في الحراسه عندنا بخير ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن عادل. طيب هنتكلم عن الشناوي يمكن بشيء من التفصيل، بس انا عايز اخد حضرتك لحاجه مهمه واحنا بنتكلم، لانه النادي الاهلي على جميع المسارات، وهترك لحضرتك التعليق بعد التعليق بعد ما نرجع يعني، على جميع المسارات الحقيقه النادي الاهلي حريص على انه دايما ياخذ بايه؟ فكره التعاون وتبادل الخبرات وتمتين العلاقات مع كل انديه العالم خاصه الانديه الكبيره منها. النهارده حصل حاجه لافته جدا، انه كان في وفد من نادي سيلتا فيجو الاسباني بيزور النادي الاهلي، بيضم ماركوس الونسو مفوض البرامج الدوليه في افريقيا، وايضا دييجو غارسيا المسؤول عن برنامج الشركه الراعيه، وكمان خوان فوينتس مفوض لليغا في مصر. الزياره دي كانت بتستهدف بحث افاق التعاون بين سيلتا فيجو وبين النادي الاهلي. هذا الوفد استقبله المهندس خالد مرتجي والمهندس محمد سراج، والحقيقه احنا بنتكلم عن خالد مرتجي ومحمد سراج، فاحنا بنتكلم عن خالد بكل خبراته في العلاقات الدوليه، ومحمد سراج بينهج نفس النهج، ودي كمان ميزه النادي الاهلي، فكره تواتر الاجيال
تبادل الخبرات. خلونا نشوف هذا التقرير مع زميلنا من النادي الأهلي كريم أحمد، وأعود للكابتن عادل عبد الرحمن للتعليق على مثل هذا النوع من الزيارات وأهميتها. مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، زياره هامه جدا طبعا لمسؤولي الليجا وايضا كمان سيلتا فيجو. الحقيقه سعداء بوجودهم معانا هنا، ويمكن حديث اكيد مثمر مع الباشمهندس خالد مرتجي عضو مجلس الاداره وايضا الدكتور محمد السراج. هنحاول طبعا نعرف من ماركوس الونسو طبعا المسؤول في الليجا عن تواجده هنا وعن الزياره وعن كل الامور الخاصه به. الحديث اللي كان مع المهندس خالد مرتجي والدكتور محمد السراج بنرحب بيه طبعا في البدايه، وسعداء بوجوده معانا. ابرز الحديث اللي كانت مع الاستاذ خالد مرتجي عضو مجلس الاداره والدكتور محمد السراج. La verdad es que estamos encantados de que un club del prestigio de la Ali nos pueda recibir. سعداء طبعا النادي الاهلي استضافوهم، سعداء جدا بيهم، عارفين ان هم النادي اكبر نادي في افريقيا، نادي مستوى عالمي. هم طبعا بيتمنوا طبعا في تواصل في مصر من خلال افضل لعيبه من خلال النادي بتاعهم، يستقطبوهم في اسبانيا لتطويرهم وعرضهم في السوق الاسباني. يمكن معروف طبعا عن سيلتا فيجو تحديدا انهم مصنفين رقم واحد في اوروبا بالنسبه للاكاديميات، ويمكن ليهم جاب كبير جدا وليهم امور كثيره جدا. هل ممكن نستفيد بالاستفاده دي داخل النادي الاهلي؟ Bueno, para nosotros desde luego sería un gran éxito. هو بالنسبه لهم سعداء طبعا نكون اول زياره ليهم في افريقيا من خلال مصر، هم طبعا سعداء مثل ذلك. يحبوا طبعا الفكره ديت، عجبهم طبعا جدا، وهم انبسطهم جدا ان هم يخشوا مصر عن طريق هنا في مصر، وعندهم طبعا خلال الكانتير عندهم على اعلى مستوى فكره التطوير بتبدا عندهم بدري جدا، ويتمنى ان الشيء مش ذلك يبدا يتطور في مصر ويبدا من القاعده. من انطباعهم عن وجودهم في النادي الاهلي، ويمكن هم متواجدين في مكان قوي جدا ومكان كؤوس كبيره جدا وتاريخ النادي الاهلي، انطباعهم ايه لما شافوا هذا الامر؟ Sí, la verdad es que hemos tenido un recibimiento que desde luego no lo esperábamos, y menos que un club del prestigio del Al Ahly pueda compartir un tiempo con nosotros para intercambio de opiniones y futuras acciones. سعداء جدا لاحظوا ان في فرق طبعا في الاستقبال طبعا، وسعداء جدا بالتعامل هنا، وسعداء بدخول النادي الاهلي، ويتمنوا ان يكون في استقبال او في تعامل وفي حاجه مستقبليه يعني. يتمنى يكون في تعاون كويس جدا بيننا وبين النادي الاهلي في الفتره الجايه ان شاء الله. نشكره ونتمنى له التوفيق ان شاء الله. Gracias. شكرا جدا لكم، ونتمنى لكم ان شاء الله البطوله الجايه بامر الله. مرحب بيه طبعا في البدايه، وسعداء بوجوده معانا، ويا رب تكون زياره سعيده ويكون فيها ايجابيات كثيره للنادي الاهلي ان شاء الله. شكرا جزيلا. انا عايش في القاهره على طول كده، وانا مظبوط very happy to be in Ahly always all the time. انا عايز اكلمه طبعا على انطباعه بالنسبه لزيارته للنادي الاهلي وحديثه السريع مع الاستاذ خالد مرتجي والدكتور محمد سراج. انطباعه ايه بشكل عام على الزياره؟ جميلة جدا الزيارة، جميلة جدا. الأهلي رائع، من أكثر من رائع، نادي أكثر نادي عنده معروفة. زي برضو سيلتا فيجو من أفضل الأندية موجودة في أسبانيا، برضو النادي الأهلي برضو تاريخ يعني اسم كبير أكيد. يمكن النادي الأهلي هو نادي القرن وبطل أفريقيا، وأكيد ممكن يبقى فيه توأم أو تعاون كبير بين الليجا الإسبانية وسيلتا فيجو وأيضا كمان النادي الأهلي. Pues sería estupendo. La verdad que cualquier proyecto que sea integrar al clubes españoles con clubes egipcios sería algo. أي إيفنت أو أي حاجة ممكن نقدر نعمل فيها تعاون مشترك بيننا بين فرق في إسبانيا، إحنا على أتم الاستعداد نقدر نعمله، وهتكون حاجة كويسة أكيد. لو باخد منه معلومات على النادي الاهلي، يعني معلوماته ايه على النادي الاهلي؟ يعرف ايه على النادي الاهلي والمكان اللي احنا واقفين فيه ده بيمثل له ايه؟ لان ده مكان يعني قيم جدا لكل الاهلاويه. الاهلي para mí es el club en África más conocido, más prestigioso. افضل نادي بالنسبه للاهلي، معروف اكتر نادي، معروف واكتر حصل على اكتر بطولات، معروف في اسبانيا. Como el equipo en África con más éxito. اكتر فرق افريقيه معروف في المنطقه العربيه ومعروف عندنا في اوروبا يعني. عفوا عفوا، مع السلامة.
بنشكر اكيد اخوان طبعا المفاوض من الليجا الاسبانيه وايضا كمان من قبله ماركوس الونسو مسؤول عن سيلتا فيجو الاسباني. زياره مهمه جدا وزي ما يمكن الدكتور محمد سراج وايضا كمان استاذ خالد محتاج يتكلموا معاهم بشكل كبير، عارفين قيمه النادي الاهلي بشكل كبير، يمكن زي ما احنا شفنا اخوان بيتكلم عربي وقال انا هنا عايش في مصر، قيمه النادي الاهلي كبيره جدا. يا رب يا رب ان شاء الله كالعاده النادي الاهلي يفضل على طول في هذا الامل وفي هذا النهج الكبير. النادي الاهلي قيمه كبيره وكيان كبير، ان شاء الله تكون استفاده كبيره لسواء مسؤولي الليجا الاسبانيه وايضا كمان سيلتا فيجو وايضا النادي الاهلي كمان تعود عليه بمردود كبير يسعد كل جمهور النادي الاهلي. شكرا كريم على هذا التقرير. وزياره مهمه الحقيقه، حضراتكم فاكرين يمكن نفس الوفد المشكل من المهندس خالد مرتجي ومحمد سراج، وكان معهم ايضا واحد من شباب النادي الاهلي احمد حسام عوض مقرر لجنه الشباب، كانوا زاروا ريال مدريد العام الماضي ربما في هذا التوقيت او قبل كده بشويه. النادي الاهلي منفتح على العالم وعلى اوروبا كابتن عادل، شايف يعني النوع ده من الزيارات والتعاون ازاي خصوصا في مجال قطاع الناشئين؟ يمكن عايز اقول لك العالم كله اتغير في الوقت الحالي، ما بقاش اللي هو الايجنت او اللي هو الناس اللي بتجيب اللاعبين، بقت الصوره اتغيرت خالص. فبقى دلوقتي الناس اللي هي اللي اتقال عليها، فاكر زمان لما كانوا بيقولوا في كشافين للنادي الاهلي في المحافظات في الحاجات دي، هي العالم كله بقى كشافين دلوقتي، بس بقى بعلم دلوقتي. بمعنى حتى احنا عاملين مشروع كده في مصر، يعني ان احنا بنعمل مواهب مع وزاره الشباب والرياضه في الامر ده، ان احنا بنعمل داخل مصر داخل مصر هنا مع شركه انجليزيه وشركه هولنديه، وممكن انا ماسك مدير فني فيها كده. احنا بنتكلم على نوعيه اللاعب نفسه، يعني انت دلوقتي لما تيجي النادي الاهلي لما يكون عايز لاعب من افريقيا مثلا، ما بقاش دلوقتي النادي الاهلي هو اللي يطلب اللاعب الاسم، هو بيطلب المكان بمعنى، او اي فرقه في العالم دلوقتي حتى انا عندي عجزه في الديفندر، انا عايز سيرتي باك، عايز باك رايت، عاوز واحد مواصفاته كده، يعني مواصفاته يكون طوله وزنه سرعته بيلعب بشماله بيلعب بيمينه ازاي بيلعب، الحاجات دي كلها اللي بيعملها دي دراسات بتتعمل لناس بيتفرجوا على المواهب علشان يلتقي. ايه الفرق بينه وبين وكلاء اللاعبين او شركات التسويق؟ الشركات التسويق هي بتجيب لك اللعيب اسم انت ما بتكونش ممكن تكون محتاجه. احنا ايه مشكلتنا في مصر؟ الكشافين بيجيب لك المواصفات المطلوبه. احنا ايه مشكلتنا في مصر يا استاذ شريف، ودي مهمه جدا، انك انت لما بتيجي تعمل تيم كوره بتعمل ايه؟ اولا اول فكره ليك انك تجيب لعيب كويس وخلاص، مهما كان في مكان ولا اتنين ولا تلاتة بيبقوا لعيبه في مكان واحد، ممكن تجيب تلات لعيبه عشان لعيبه كويسه ممكن يكونوا بيلعبوا في مكان واحد. في اوروبا الموضوع يعني غير كده خالص، انت بتجيب احتياجاتك، بمعنى انا لما يكون عندي مثلا سبع لعيبه بيلعبوا على طرف الملعب وانت محتاج باك رايت او باك ليفت او سيرد باك او ديفندر، الاحتياجات دي اللي بيلبيها مش الايجنت، مش الراجل اللي بيجيب لك اللاعبين اللي هو وكيل لعيب، اللي عشان لعيب كويس ممكن ابقى وكيله فاوديه لك انت تاخده، ممكن تاخده عشان تقفل على نادي تاني، او ممكن تاخده علشان انت تحتكر اللاعب مثلا، دي في مصر ده اللي بيحصل. ولكن المفترض انك انت احتياجاتك للاعب ايه؟ انا عاوز باك ليفت، ففي مواصفات انا بقول للراجل اللي هو الكشاف في الوقت ده ان انا عايز مواصفات لاعب بالشكل الفلاني، بيدور لك في انديه العالم كلها وبيشوف لك في المكان اللي يقدر يجيبه لك وبالسعر كمان، يعني انت ممكن تقول له انا عاوز لاعب بسعر كذا، لان هو عنده بيبقى عامل داتابيز يعني قاعده بيانات عظيمه كبيره قوي في جميع انهاء العالم. في موسيماني مهتم بالقصه دي، واعتقد انه يعني كنت قريت انه حصل على سيرينو بهذا الشكل وقت سان داونز، وقدر الحقيقه يجلب لاعبين لسان داونز بطريقه الكشافين في كل دول العالم مش بس في جنوب افريقيا بشكل مختلف. يعني انا عايز اقول لك حاجه، انا كانت امنيتي يعني انا شخصيا لما جيت النادي الاهلي كان اهم فكره ليا، كانت امنيتي انا ان انا اجيب سيرد باك ولاعب نص ملعب من امريكا الجنوبيه. يا سلام. ليه يعني دي وجهه نظري. انك انت في اماكن جوه الملعب ما من الاماكن مش لك، يعني مثلا اللي منجح علي معلول قوي في حته الباك ليفت، رغم ان عاوز اقول لك حاجه، كل اللاعبين اللي راحوا الانديه الكبيره اللي بيلعبوا مدافعين على الاطراف ما بيفشلوا تماما مع انديتهم ما عدا علي معلول. ليه علي معلول؟ لانه قريب منك، علشان كده لما تجيب سيرت باك من شمال افريقيا نفس الثقافه والفكر انت لما جبت من المغرب، ما دي برضو حاجه كويسه انك تجيب سيرت باك من المغرب، لانك انت لو جبت سيرت باك افريقي مش هينجح معاك. وهات لي مره في مصر جه سيرت باك افريقي نجح
نجاح باهر مع أي نادي من الأندية ما ينفعش، لازم واحد يكون، لأن لغة التفاهم في حتة السرد باك غير نص الملعب غير المهاجم. فأنت لازم وانت بتجيب اللعيب لازم تجيبه بالشكل ده، انك انت بتعرف تجيب لعيب شكله هيتأقلم في قد ايه علشان تستفيد منه، وبالذات وانت بتجيب في الانتقالات الشتوية. كتير قوي بتفرج على أندية بيجيبوا في انتقالات الشتوية لعيبة ما بيلعبوهاش، يبقى انت جايبه ليه؟ انت لازم تجيبه يكون جاهز وبيلعب، وبتبقى مشكلة كبيرة. نفس المناخ، الفكر، الثقافة، طبعاً كل ده عشان التأقلم كمان. أما لو أنت بتجيبه في الانتقالات الصيفية ممكن أقدر أقول لك أنك أنت ممكن تجيبه لو عندك فترة انتقالية اللي هي الفترة ما بين الموسم والموسم وفترة الإعداد طويلة شوية، أنا هخلي اللعيبة يتأقلم مع الفرقة لكن لما تيجي أنت بتشتغل في الانتقالات الشتوية لازم تجيب لعيب يلعب على طول، يكون جاهز، يكون فكره قريب من فكرك، البلاد قريبة، عادات وتقاليد البلاد بتبقى واحد شوية قريبة. عشان كده أنا بقول لك أكتر لعيبة الفترة اللي جاية دي هتنجح في الخليج ونجحت في الخليج وهتنجح في الدول العربية اللعيبة بتاعت أمريكا الجنوبية. اللعيبة اللي هي الناس اللي الفترة الجاية البيئة متقربة ومتشابهة. يعني إحنا في سوق، السوق ده هيغزو العالم العربي الأيام الجاية، لأنك أنت هتبعد عن لعيب الأفريقي. اللعيب الأفريقي في الوقت الحالي اللعيب السوبر بس اللي بيطلع أوروبا، فاللعيب التاني بيجي يجهز عندك. الفكرة بتاعت جهزانه عندك دي انتهت خلاص، لأن الأرقام بقت كبيرة، فالفكرة أنه هيطلع برة، فاللي هيجي لك الفرز التاني دايما صحيح. في أفريقيا. عايز أرجع لمباراة الأهلي والوداد. شايف الوداد لو احنا بنتكلم عنه، يعني الكلام عن النادي الاهلي عندنا وعند غيرنا كتير، وانا احبش اتكلم، واحنا مش عايزين نحرق مش عايزين نقدم يعني والله يعني مش عايزين نقدم ماده خصبه كده للناس يقرونا يعني. خلي بالك في المغرب بيتفرجوا على جدا متابعين طبعا. انا عارف يمكن الشعب جميل. لا واقول لك الاستوديو اللي فات انا نعرف ناس في المغرب كتير كلموني، في ناس اتكلمت معايا بيقولوا لي انه في ممكن يستفيدوا من الاستوديوهات والتحليل اللي على الاستوديو. اتكلموا على الاستوديو وازاي كمان احنا اتكلمنا على فرقه المغرب. حتى لما كلموني اللي هو كان ليله المباراه كلموني بعديها، كلمني ناس بالمغرب قالوا لي كانكم عايشين معانا في المغرب. طيب فيما تبقى من وقت، شايف الوداد هيؤدي ازاي في هذه المباراه؟ وانت فاكر تشكيله المباراه اللي فاتت كابتن عادل؟ كان عنده شويه غيابات اعتقد، السنه دي المره دي هيرجع له. يعني هو بدا برضا التكنواتي، عطيه الله، يحيى جبران، ابراهيم نجم الدين، عبد اللطيف نصير، ابراهيم النقاش، ايمن الحسوني، وليد الكيرتي، اسماعيل حداد، مرابي جبابو، بديع اوك. غاب عنه صلاح الدين، ما لعبش المباراه اللي فاتت، ما اعرفش هو لسه كورونا ولا هيلعب المباراه دي. بص اللي انا اعرفه انه اول سعيد. حاجه يحيى جبران هيرجع مكانه وانا افتكر انه يلعب بيحيى جبران وابراهيم النقاش جنب بعض، علشان هيرجع كمارا ممكن يرجع تاني مكانه. ودي العدله بتاعتهم، دي اكتر حاجه اقدر اقول لك ان هم هيفضوا بديع اوك وهيفضوا اسماعيل حداد للحته الهجوميه مع كاسونجو. ممكن يلعب كاسونجو، هيبدا المباراه يمكن بدا، فهيبدا المباراه كاسونجو. ايمن الحسون هيبقى من تحتيهم، فانا انا اعرف ان هو ممكن يلعب، هيغير الطريقه. هو لعبها هناك 4-1-4-1، لعب يحيى جبران نزله حته الليبرو، دي كانت الثغره اللي لعب عليها، علشان كده لعب ابراهيم النقاش ده من افضل لاعبيهم، ولكن كبير في السن وحركته بطيئه شويه، ولكن كان حاطه صداده ما بين السرد باكين وما بين نص الملعب، فكان محولها 4-1-4-1. حتى بديع اوك كان مفضيه لحته الهجوم. عبد اللطيف نصير ده كان من الناس اللي بيهاجموا كتير قوي المباراه اللي فاتت، ما هاجمش خالص. يمكن اللي انا عايز اقوله لك ان هو هيشتغل على تقسيم الوقت بتاع المباراه، هيشتغل على في البدايه مش هيضغط، هو مش هيضغط في البدايه خالص، لان هو مستني يستكشف النادي الاهلي بيشتغل ازاي. افتكر ان النادي الاهلي بالتكتيك بتاعه هيجبر الوداد هيلعب ازاي، لان الوداد لو نزل ضاغط من البدايه وعاوز يضغط على النادي الاهلي افتكر انه يبقى ادانا فرصه كبيره. صحيح. وانا مش عايز اتكلم خطوط مفتوحه وبالتالي وانا مش عايز اتكلم على طريقه النادي الاهلي او النادي الاهلي ممكن
بفكري انا بتكلم على فكره انا، وممكن يعني الموضوع يبقى قريب شويه، انه دائما وانت مخلص الماتش، يعني هديك تاريخ بس بسيط كده، يمكن عندنا مباراه فاينل افريقيا برضو كنا مع افريكا سبور هناك، اتعادلنا 1-1 وكنا بنلعب طريقه دفاعيه هناك واحنا بنلعب في ساحل العاج، لما رجعنا في مصر لعبنا بطريقه دفاعيه نفس الطريقه الدفاعيه بتاعتنا علشان الفرقه امننا وكسبنا، لانه جول في مرماك يكلفك كتير. وكسبنا انت نتيجتك 2-0 نتيجه جميله جدا، ولكن في نفس الوقت النتيجه 2-0 مع الفرق اللي هي بتستهين شويه ممكن تبقى قريبه جدا. صحيح. لانه الجول بيجي في ثانيه، فعلشان كده انا بقول لك طريقه الوداد هتبقى على مراحل، مش هيرمي يعني مش هيرمي تقله في البدايه، هو صحيح. يعني بلغه الكره مش هيلعب قمار، يعني في البدايه هيبدا بسيط، هيبدا بتوازن، هيقسم وقته في اللعب، هيديها درجات، ممكن يقسم الشوط على فترتين، ممكن بقى من الشوط الثاني هو اللي يحصل. عشان كده انا بقول لك الشوط الاولاني النادي الاهلي بيلعب كويس ومتص الوداد، اقول لك النتيجه هتكبر والاهلي هيجيب جوان كتير ان شاء الله. كل التوفيق لبيتسو موسيماني وجهازه الفني واللاعبين، ويكون في يومهم ان شاء الله ويحسنوا التعامل مع هذه المباراه، وجول مبكر كده يريحنا ويخلص. يعني احنا متفائلين بس مش عايزين افراط كجمهور في هذا التفاؤل، عشان نتعامل مع المباراه كما ينبغي لها. انا سعدت جدا بصحبه حضراتكم، بشكركم على ان انتم الحقيقه يعني صاحبتوني خلال الستين دقيقه اللي فاتوا، بشكر ضيفي الكريم اللي انا سعيد به جدا، اللي هو واحد من ابناء النادي الاهلي المؤهلين علميا وبيتسم ايضا بخلق رفيع، كابتن عادل عبد الرحمن. شكرا جزيلا كابتن عادل. انا اللي بشكرك وسعيد ان انا معاك، ده حقيقه وانت اضافه كبيره. ربنا يخليك كابتن عادل. بكره ان شاء الله حلقه جديده من برنامجنا البيت الكبير، بالتاكيد هتسعدوا بزملائي. احنا خميس طيب في مباراه بكره، يبقى ما بيكونش عندنا زي ما احنا متعودين يكون في استوديو تحليلي ليله المباراه، وكمان يوم المباراه ايضا مش هيكون في بيت كبير، يبقى الحد ان شاء الله لو كان في الامر بقيه زملائي الاعزاء يسعدوا بصحبه حضراتكم. تصبحوا على خير.